عندي كلام كثير مع ابو القاسم الخوئي وغيره، المراجع المنحرفين في العالم هؤلاء. اسمعوها مني واخذوها مني. الان تريد تهاجمني وتنتصر ابو القاسم الخوئي فانت حطب جهنم من الان. اقول لك زين، حذرت قبل سنوات من هذا المطلب. اينهم عندما كان يعبر عن السيد الامام الخميني بالسخيف؟ اينهم عندما كان يعبر عن الامام الشهيد الصدر بانه حجر عثرة زل عن طريق الحوزة؟ اينهم عندما كفر فضل الله وضلل؟ اينهم عندما يلعن الشيخ الوائلي عميد المنبر عند باب القبلة عند الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء؟ يهتك بتلك القضية، يلعن في مشهد الامام ويتقرب بذلك الى الله؟ اين الذين يستنكرون هذه؟ وعلى هذه فقس ما سواها، فقس ما سواها. انا قلت سابقا ولا زلت اكرر، الباب مفتوح على مصراعيه. اذا هذه الحسابات، شوف الجاي قدام. تتذكرون في شعبان قلت انا حتى المعصوم ما راح يسلم، بل ستمتد الايدي الى الالسن الى الله سبحانه وتعالى اذا لم نلتفت ونكن على قدر المسؤوليه.